التي يجب الانتباه عليها في عملية زرع الشعر. في تقنية زرع الشعر الـ FUD يتم أخذ الشعر من منطقة ما فوق الرقبة والأذنين بشكل متناوب، أي بأخذ الشعر وترك ما بعدها لتفادي حدوث الصلع في المنطقة المأخوذ منها الشعر. ونتيجة كون بصيلات الشعر في هذه المنطقة متجهة نحو الأسفل، فإن الشعر سيقوم بتغطية الأماكن البصيلات المأخوذة بشكل سليم. ومن الأمور الهامة في عملية زرع الشعر أن تكون الأقنية في المنطقة المراد زرع الشعر فيها مفتوحة بشكل جيد ومنتظم، وأن تتم عملية الزرع دون إلحاق الضرر ببصيلات الشعر الطبيعية الموجودة في المنطقة المزروعة. كما يجب الانتباه إلى اتجاه نمو الشعر المزروع وفتح الأقنية بالشكل الذي يتناسب مع هذا النمو. إن لكل منطقة من الجسم لها اتجاه زرع خاص بها، فيجب معرفة هذا الاتجاه ليكون شكل الشعر المزروع أكثر طبيعية ونجاح. كما يجب تحديد خط الشعر الأمامي في الرأس بشكل دقيق، حيث يعد الخط الأمامي للشعر المزروع من أهم الأمور التي يجب الانتباه عليها في عملية زرع الشعر.